السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا نبدأ نعمل تحليل المبنى ده من خلال الانسايت 360 كمثال عملي. اول حاجة اعملها لازم ان انا افتح الادوار اللي عندي، فهروح هنا مثلا لجنرال، ده للفيجن سكاشن. طيب ده فلور جراوند، عايز اتأكد ان السبيس موجودة. فهروح للانالايز، واغلب شغلنا هيكون في القايمري النهارده، واقول له ان انا عايز اعمل سبيس. بيقول لي مفيش تاج للسبيس، فبقول له اوكي وابدا احمل الفاميلي ديت. اللي هنا في الانوتيشن سبيس، سبيس تاج اهيت. طيب هقول له بليس سبيس اوتوماتيكلي، يعني اي غرفه حط لها سبيس، فهو حطهم كلهم. ده في الجراوند. طب برضه نفس الفكره في الفيرست، اقول له سبيس وبرضه في الروف. طيب دلوقتي بقى هروح ادخل بقى من قائمه اناليسيس، نوصل لللوكيشن. لازم احدد المكان ده فين. المشروع ده موجود في امريكا. طب لو احنا غيرناها وخليناها قطر مثلا، اهو نكتب قطر ونقول سيرش، فيبدأ يقول لك انت عايز اني قطر. في قطر في ايران، في قطر في امريكا، وفي في كذا مكان. طيب دلوقتي كده احنا ايه عملنا، حطينا اللوكيشن. اقول له كرييت انرجي موديل، وبعد كده اقول له جنريت ابديت انرجي موديل، وبعد كده اوبتمايز. هيبدأ بقى يرفع الملف دوت. بقول له اوبتمايز، فبيبدأ يفتح الموقع. هو بيقعد شوية صغيرين يعمل تحليل، ويبدأ يجيب لي النتيجة اللي هو دوت. طيب هو يقعد شوية كده يعمل تحليل. خلينا على ما يعمل التحليل نيجي نبص كده، فنلاقي انرجي سيتنج دي اعدادات مهمة جدا، ان احنا هنستخدم البيلدينج اليمنت يعني الابواب والشبابيك والحوائط، ولا الكونسبشوال ماس، ولا الاثنين مع بعض. الجراوند بلان ان واحد فيهم ساعات بيبقى ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3، فهو مش قادر يتعرف عليهم. البروجكت فيس، هل هي نيو كونستراكشن ولا اكسيستنج. فهنلاقي هنا مثلا في الاذر اوبشن، هتلاقي لو انت عندك جلازنج هتبقى قد ايه الزجاج، التارجت بيرسنت جرازنج الزجاج اللي في السقف او في الجنب. بيلدينج تايب، هل هو مثلا مبنى ديني ولا بوست اوفيس ولا ريتيل ولا سكول. هيشتغل قد ايه، فممكن مثلا 6 ايام في الاسبوع زي ما انت عايز. الاتشباك سيستم طبعا لما تغير هيأثر كتير جدا في الاستهلاك. او دور اير انفورميشن تبدأ تكتبها اللي انت عايزها. انت تعمل سبورت للروم ولا السبيس؟ لا انا افضل السبيس. كونسبشوال تايب، تبدا بقى تكتب الحاجات ديت، يعني مثلا الوول هتبدا تدخل المعلومات بتاعتها، الروف وهكذا بالنسبه للكونسبشوال او الماس. بيلدينج تايب دي بقى دي الاعدادات، لو قلت له اوفر رايت هيلغي الاعدادات اللي موجوده العاديه وياخد الاعدادات ديت. اقول له اوكي. اوكي طيب هو بيعمل الاناليسيس. فلحد ما يخلص الاناليسيس تعال نشوف ايه الامكانيات اللي موجوده، ان انا اغير اسم، اعمل رينيم، ان انا اعمل موف، انقله من فولدر لفولدر، لان في كذا فولدر فوق. لو انت خدت بالك هتلاقي انسايت
وهتلاقي فيه فولدرات ممكن تقسمهم حسب المشاريع اللي انت شغال فيها. لو انت عملت كده هتلاقي عندك حاجة اسمها بروفيت اناليسيس، فبيبدأ يقول لك الاناليسيس الانوال قد ايه وهكذا، فبتعمل جنريت للاناليسيس بتاعك. ممكن تقول له اكسبورت واكسبورت تيبل داتا. اكسبورت هنا بيقول لك انت هتصدر بقى المعلومات للانرجي بلس، للجي بي اكس ام ال، للدي او اي 2، انرجي كوست، للبنش مارك، للفاكتور ويجست. كل الحاجات دي تقدر تصدر لها، مجرد تقول سيلكت اول وتقول له اكسبورت فيبدا يصدر لك الحاجات ديت، او تقول له انا عايز اكسبورت تيبل داتا فبيصدر لك حاجه زي الاكسل كده، او تقول له ابديت يبدا ياخد المعلومات من البرنامج اللي انت فاتحه. ان شاء الله هنكمل شرح على الانسايد، بس ايه البرنامج يتم التحميل بتاعه. هو ده الملف اللي هو بتاع الاكسل اللي قلت لكم عليه اللي هو السي اس في. طيب على ما الملف يتم الحساب بتاعته، خلينا نفتح مثلا الملف دوت. هنا بيقول لنا التكلفة في الدولار متر مربع في السنة. لو دوست تاني هيقول لي 30 سلك كهرباء في المتر المربع ليه سنة، دي التكلفة. تمام، لاحظ هنا مفيش أي سيناريوز خالص. احنا سيناريو يعني بنقول لو احنا عدلنا حاجة ايه التأثير اللي هيحصل فيها. تمام، طيب خلينا مثلا نعدل حاجة زي الاتشفاك. اشمعنى الاتشفاك؟ عشان الاتشفاك دي أكتر حاجة بتأثر. طيب أنا أقول له احنا عايزين السلك بتاعنا من هنا لهنا. تمام، وأقول له اوكي، وهقول له احنا يعني هنبدأ نشوف ايه الحاجات اللي بتسالك اكتر ونقللها، واقول له انا عندي السيناريو هنا. هنا في سيناريوهات مستخدمة قبل كده، ما فيش مشكلة، خلينا نقول له اعمل لنا سيناريو وهنسمي ده السيناريو لو احنا قللنا الاتشباك. في شوية تعديلات أنا كنت عاملها بالتالي. طبعا ال building orientation تمام ده مش هنقدر نعدل فيه كتير، ولما تلاقي حاجة هو كلها قريبة من بعض ما تحاولش إن أنت تعدل فيها. يعني مثلا لما تيجي على الجلاسز تعديلات بسيطة خلاص مش مستاهلة. إنما مثلا في الويندوز هي المفروض إنها كانت كده الأول فكانت مستريحة كتير، أنا مظبط الإعدادات إنها تاخد أقل حاجة. تمام، في حاجات كتير أنا مظبط الإعدادات بتاعتها من خلال المشاريع اللي احنا اشتغلتها قبل كده. مثلا بص المفروض انها كده 44، انا كنت مظبطها فهو فعلا اقل استهلاك موجود بيبقى بالشكل دوت. انا في احدى المشاريع اللي قبل كده ظبطت السيناريوز فهو بدأ يستهلك. هنا مثلا بيقول لي الاتشباك كذا، طيب ممكن يبقى في اكتر من سيناريو، ممكن يبقى في اكتر من سيناريو. خلينا نشوف حاجة كده توفر لنا. هي الفكرة ان ممكن يكون في كذا نوع من انواع الزجاج، انا بشوف اقل نوع وهو ده اللي انا اقول ان انا هستخدمه وده اللي تعمل الحساب بتاعك عليه. مثلا اللايتنج 24، لا انا هقول له مثلا خليها كده فنزل 12، فده هيفرق معايا، فده تأثير ان انا اشتغلت على اللايتنج. تمام، هو بيقول لي دي نوعها كذا ودي نوعها كذا، بيبدأ يديني الأنواع وأنا أحاول أشوف أقل الأنواع اللي ممكن تسالك ولا. فأنا أقول له دي سمى لي دي لايتنج. تمام، فبقى في اتنين سيناريو لغاية دلوقتي. تعال نشوف واحد تاني. مش هتفرق كتير، أنا مش عايز أبذل جهد في حاجة يكون التأثير بتاعها قليل. هو أكتر حاجة بتأثر في الروف. تمام، كان لو أنت سبتها في دي مثلا 12، لو أنت عملتها كده كانت 17، بس أنا مختار الأقل حاجة. طبعا مش هيفرق مادام كلهم على نفس الخط، خلاص الفرق بيبقى بسيط. فأنت ليك إن أنت تستهلك كل الأنواع ديت، بس إيه ابعد عن الأنواع اللي تطلع فوق شوية.
او يدرس المبنى ويديني الاقتراحات لتحسين الاداء، فانا ببدا اشوف ايه احسن حاجه ممكن ان انا استخدمها. فلو جيت بقى تقارن في السيناريو، فيقول لك والله اللايتنج لما انا قللت قلل بمقدار قد كذا، والسباك قلل بمقدار قد كذا، فبتبدا تشوف ايه الحاجه الكويسه للمبنى، وتلاقي معدل المبنى قل من خلال ان انا غيرت الارقام، فتلاقي الارقام بدأت تقل. استهلاك المبنى في السنة بدأ يقل بمجرد ان انا اخترت انواع الزجاج المناسب ليا، اخترت انواع التكييف اللي يوفر معايا. دي فكرة الانسايت اوتوماسيتي.